اهلا بيكم من جديد في قناه هنذاكر ونفهم. النهارده هنكمل مع بعض منهج كونكت 4، منهج اللغه الانجليزيه الجديد. هنكمل مع بعض يونت 2 ديزرت انيمالز، وقلنا يونت 2 بتتكلم عن الانيمالز ذات ليف ان ديزرت او بتعيش في الصحراء. النهارده هناخد مع بعض 2 اكزامبلز زي الفينيك فوكس، ثعلب الفينيك، والستيب ايجل اللي هو النسر. قبل ما نبتدي ما تنساش، لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ويلا بينا نبتدي. سبتلكوا المره اللي فاتت هومورك، وبشكر انس ورامو حلوا الهومورك، وناس كتير تاني برضو بعتتلي، برافو عليكم كلكم. طيب تعالوا الاول نبتدي باول سؤال. كروكودايلز وهيوج، ايه كروكودايلز اللي هي التماسيح، وهيوج very big او ضخم؟ طيب انا كده المفروض ان دي adjective انا بوصف بيها الكروكودايل اللي هي هيوج. طيب لما اجي ابتدي السنتنس هبتدي بمين؟ مين اللي انا عايزه ابتدي بيه؟ الكروكودايلز. هقول كروكودايلز مالها؟ يبقى انا المفروض طالما هوصف يبقى هستخدم verb to be، يبقى هقول كروكودايلز are huge. وممكن كمان اقول scary، كروكودايلز are scary and huge. طيب number 2 pelican وfish، البجعة والسمك. طيب ايه علاقة البجعة بالسمك؟ البجعة هتاكل السمك eat. يبقى انا طيب يبقى انا الفيرب هنا عندي eat. طيب مين اللي هياكل الفيش ولا البليكن؟ البليكن. يبقى the pelican eats fish او small fish. number 3 spiders scary وhelpful، spiders وscary اللي هي مخيفة، وhelpful متعاونة او مفيدة. طيب انا بقول كده حاجتين عكس بعض، يبقى مبدئيا مش هقول and، هقول ايه؟ but. برافو. طيب هقول ان السبايدرز سكيري، انا بوصف يبقى انا هستخدم ايه يا سنة ربعة؟ برافو، verb to be. يبقى spiders are scary but مش هينفع اقول and، they are helpful. number 4 animals و important مهمة، برضو بوصف يبقى برضو هستخدم verb to be، يبقى animals are important أو animals are very important. طيب تعالوا بقى نبتدي بالفينيك فوكس. الفينيك فوكس زي ما اتفقنا موجود فين؟ في الديزرت. يبقى فينيك فوكس lives in the desert، وليف يعني يعيش. The phoenix fox lives in the desert. طيب هو قد ايه؟ هل هو كبير ولا صغير؟ لا صغير. It is smaller than other foxes، هو أصغر من باقي الفوكسز. زي ما انتم شايفين كده حجمه ايه؟ صغير. طيب ليه قلت smaller than ما قلتش small؟ عشان انا هنا بقارن، مقارن حاجة بحاجة، يبقى هحط على adjective er، هزود er تبقى smaller than. طيب ايه تاني محتاجين النهاردة ان احنا نعرفه عن الفينيك فوكس؟ its ears are big really big. ال ears بتاعته its يعني بتاعته، ears بتاعته مالها؟ are كبيرة، لسببين هنعرفهم دلوقتي. ليه الفينيك فوكس عنده big ears؟ عشان هو ايه؟ to hear insects and small animals. ما هو هيتغذى او هياكل ايه؟ هياكل insects و small animals، فالbig ears بتاعته دي بتخليه يسمعهم ايه؟ احسن. فيبقى الفينيك فوكس ليه عنده big ears؟ عشان ايه؟ to hear insects and small animals. طيب تاني حاجة، احنا عارفين الجو في الصحراء عامل ايه؟ hot. during the day في النهار it is hot in the desert، الصبح بيبقى الجو ايه؟ very hot. طيب محتاجين بقى ايه؟ ايه حاجة ترتب على الفوكس ده او ان هو الحرارة دي يفقدها؟ the fox loses heat، بيفقد الحرارة منين؟ from its ears. blood الدم بيوصل ايه؟ في الايرز بتاعته، فيبتدي الدم ده اول لما يوصل الايرز يبرد ويرجع تاني يدخل جسمه تاني، لان طبعا جسمه كله عبارة عن فرو. ايه الحتة اللي يقدر blood فيها يبرد او الدم؟ فين؟ في two ears. يبقى the fox loses heat from its ears. طيب at night، طبعا احنا عارفين at night في الديزرت بتبقى ايه؟ it's cold، بيبقى الجو بارد. يبقى day نهار و night الليل، نهار وليل. طب في الليل بيبقى الجو عامل ازاي؟ cold. the fox is sick fair، ماله؟ keeps it warm، بيخليه warm، بيخليه دافي، بيدفيه. الفوكس عنده ايه؟
thick fur. الثيك فير ده بيخليه ايه؟ keep it warm، بيخليه دافي. يبقى الفوكس ازاي بيعرف يعيش في الديزرت؟ ان هو عنده thick fur. الثيك فير ده بيخليه keep it warm، بيدفي بالليل. طيب وعنده long ears، اولا عشان ياكل to hear insects and small animals عشان يسمعهم. تاني حاجة ان هو بيعمل بيها ايه؟ lose heat from its ears. وبكده عرفنا ازاي الفينيك فوكس بيعيش في الديزرت. نيجي بقى للانيمال فاكت فايل. الانيمال فاكت فايل ده فايل بيبقى مكتوب فيه اهم الانفورميشن او المعلومات عن الانيمال، زي مثلا where does it live، بيعيش فين، where بنسأل بيه على مكان، where does it live، بيعيش فين، in the deserts of north africa، بيعيش في الصحراء الشمالية بالنسبة ايه لقارة افريقيا. طيب how tall is it، tall بتكلم بيها عن الطول، والطول بيبقى الفوق زي طولك. اوكي طوله قد ايه؟ 20 سنتيمتر. طيب how heavy is it، heavy يعني ثقيل، يعني عايز منه الوزن. how heavy is it، about 1 kilogram. 1 كيلوغرام يعني هو نوعا خفيف. how long is it، طيب الطول هنا قصده long هنا بالعرض، يبقى طول tall. how tall is it، يبقى الطول اللي من لفوق، ولونج بالعرض. how long is it، بالعرض كده ممكن نجيب about 30 centimeters. طيب what does it eat، بياكل ايه؟ لسه قايلين بقى زي الانسكتس والسمول انيمالز، وممكن كمان ياكل سمول ليزرد، السحالي الصغيرة، والمايس، الفئران. يبقى بياكل انسكتس، ليزردز اند مايس. نيجي بقى الاكزامبل 2، ستيب ايجل. احنا كده خلصنا المعلومات عن فينيك فوكس. طب الستيب ايجل، الستيب ايجل ده نوع من انواع النسور، بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في اوروبا، وبيجي دايما افريقيا في الشتاء. طيب تعالوا بقى نعرف اكتر عن الستيب ايجل. look at the eagle flying، look at، انظر الى، the eagle flying، الايه، النسر الطائر. It is beautiful, isn't it؟ isn't it التعبير ده اسمه أليس كذلك، يعني اللي هو مش كده، ده جميل beautiful. يبقى ال step eagle ده جميل، isn't it، أليس كذلك. The step eagle قلنا ان هو travels، بيسافر، travel يعني بيسافر، from Europe to Africa in winter، في الشتاء. يبقى ال step eagle بيسافر، travel from Europe to Africa، امتى؟ في in winter. طيب it lives كمان بيحب يعيش فين؟ it lives in very big open area، عشان كده احنا مش بنلاقيه في عادي في المدن بتاعتنا، لا هو بيحب المكان المفتوح والواسع. يبقى it lives in very big open area، في الاماكن ايه؟ الواسعة، open air. طيب ايه كمان محتاجين نعرفه عن الستيب ايجل؟ what does it eat، بياكل ايه؟ it eats other birds، هياكل birds او small birds، ممكن ياكل small mammals، والmammals هي الحيوانات او الanimals اللي هي بتجيب بيبي، والrabbits، الrabbits برضو بتجيب بيبي، كل دي mammals. يبقى هو بياكل الحيوانات ايه؟ الصغيرة، small mammals والrabbits، وممكن ياكل birds. طيب لو احنا بقى جينا نقيس الوينج بتاعه، هنلاقي when it opens its wings، لما بيقيس، لما بيفتح الوينج بتاعه الجناح، it's longer than you، هيبقى اطول منك. لو جينا كده نقيس من وينج تو وينج، هنلاقي ايه؟ ان هو كده بقى اطول منك، يعني كبير جدا. the female is bigger and heavier، الفيميل يا ولاد هي المؤنث او الانثى، في النسر لي فيميل وميل، الفيميل الانثى والميل الذكر. طيب الانثى بتبقى ايه؟ bigger and heavier، بتبقى اكبر، وبالتالي طبعا heavier اتقل، اتقل من مين؟ الميل. يبقى تاني الستيب ايجل بيعيش فين؟ بيحب يعيش live in open area. طيب وكمان بياكل ايه؟ it eats other birds, small mammals and birds and rabbits،
when it opens its wings بيعمل الوينج قد ايه it's longer than you the female is bigger and heavier than the male وطبعا الفيميل ايه اكبر واتقل من الميل طيب دلوقتي هنقول مع بعض الانيمال فاكت فايل دلوقتي هناخد مع بعض الانيمال فاكت فايل قلنا ان هو بيبقى فايل كاتب فيه اهم المعلومات عن الانيمال طيب how long does it live طب بيعيش قد ايه how long does it live بيعيش لفترة قد ايه يبقى بيعيش قد ايه حوالي 40 years طب how heavy is it طب تقوله قد ايه around 3 kilograms طيب how long is it طب long طوله قد ايه احنا قلنا لو فرد جناحه من الجناح للجناح قد ايه 170 centimeters عشان جاي بقولك ان هو اطول منك وده طبعا كده يبقى طويل جدا طيب now let's answer the questions what does the fennec fox eat fennec fox بيحب ياكل ايه it eat insects lizards and mice طيب question number 2 what does a step eagle eat بياكل ايه birds small mammals we and rabbits now write the questions هنكتب مع بعض questions the step eagle is around 170 centimeters from wing to wing يبقى انا كده بسأل عن ايه عن الطول يبقى how long is the step eagle بسأل عن الطول اقول ايه how long ولونج هنا يبقى انا قصدي الطول بالعرض اوكي طيب number 2 the fennec fox is about 1 kilogram 1 كيلوغرام يبقى انا بسأل عن heavy يبقى how heavy is the fennec fox طيب لو سألت عن تامر is 100 centimeters tall طوله 100 centimeters الطول بقى هنا احنا بناخد طولنا بايه لفوق ده كده tall مش long يبقى how tall is تامر يبقى لما بسأل عن وزن اقول how heavy بسأل عن طولنا احنا how tall لو بسأل عن طول بالعرض زي في الانيمالز او لو ترابيزة او اي حاجة زي كده يبقى هقول how long now let's write a sentence fair keep warm طيب احنا عايزين نقول احنا هنا هنبتدي مين اللي بيعمل keep warm مين بيدفي الفير الفير ده بتاع ايه بتاع الفينيك فوكس يبقى هقول the fox's fair ماله بيعمل ايه keeps بيخلي keeps it عايدة على الفوكس warm keeps it warm the fox's fair keeps it warm طيب number 2 eagle's wing طيب هو الوينج هنا او الجناح بتاع مين بتاع الايجلز يبقى احنا هنقول ان الايجلز مالها عندها ايه have long wings eagles have long wings number 3 fennec fox والديزرت ثعلب الفينيك والديزرت اللي هي الصحراء طيب احنا عايزين نقول ان الفينيك فوكس بيعيش live فين في الديزرت يبقى the fennec fox lives in the desert وناخد بالنا من الفيرب نحط له اس لو كان singular لو كان مفرد والفيرب مش هنحط له اس لو كان جمع او بلولر طيب number 4 heat و ears heat الحرارة و ears الاذن احنا عايزين نقول ان ال ears بتاعت مين بتاعت الفوكس بتعمل ايه lose heat يبقى ممكن نقولها ازاي مين اللي lose heat واحنا طالما جبنا الverb lose مين اللي lose heat الفوكس the fennec fox بيعمل ايه lose heat منين from its ears its هنا عشان نقول بتاعته the fennec fox او the fox loses heat from its ears وبكده نبقى خلصنا ودي فقرة الهومورك اعمل سكرين شوت واحلها وابعتلي في الكومنتس وانا هجاوب عليك وهرد عليكم
كده نبقى خلصنا حلقتنا النهاردة يا سنة رابعة. لو ليكوا أي تعليق أو أي إضافة محتاجينها على الفيديوهات اللي جاية ما تنسيش تبعتولي في الكومنتس، وأنا بشوف كل الكومنتس بتاعتكو. وما تنسيش لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. أشوفكوا على خير، مع السلامة.